عمري انا نازله، عندي مناقشه ابحاث النهارده. صباح النور. سامح معلش، معايا ورق كتير، ممكن تنزله معايا؟ حاضر. امبارح الساعة 4 اتبلغ الاكس تيو فيديوز وقع من امبارح. حد عنده فكرة واتبلغ بالموضوع؟ تمام. تمام. ولما هو تمام ما حصلش ليه حاجة من امبارح. الموقع وقع بقاله أكتر من 18 ساعة. ده فشل في تاريخ الشركة. ما حصلش ومش هيحصل طول ما أنا موجودة. يا بس هلا، احنا بلغنا الأي تي وهم المشكلة عندهم، احنا مالناش ذنب. لا حضرتك الكلام ده تقوله لما كنت شغال في الشهر العقاري. مفيش حاجة اسمها بلغناهم ومشينا. أنت المسؤول قدامي يا باشمهندس، أنت وكل المهندسين اللي قاعدين. أنا ماليش دعوة بالناس بتوع الأي تي. أنا عايز تقرير مفصل باللي حصل من امبارح لحد النهاردة، وعايزة أسامي الناس بتوع الأي تي، وعايزة أعرف مين اللي قعد ومين اللي مشي. وعايزة الكلام ده يكون عندي كمان نص ساعة. حاضر. اتفضلوا. بعد إذنك. سهلة بس. التقرير. اتفضل. بس الجملة دي كانت واضحة قوي من شغل بليغ حمدي. فينك يا جيجي وفين عمر؟ اهو موجودين، يا هنا يا في الاوبرا. بطلتي تنزلي تسجيلات؟ قليل. عشان بترفضي كتير كتير قوي يا جيجي. منور يا باشا. اهلا عم رجب. منور يا باشا. انت نورك. والله يا استاذ مروان انا بتشرف بيك وبقول لكل الناس انا اللي مربيه، ولا تزعل مني بقى؟ ازعل ازاي؟ ما دي الحقيقه يا عم رجب. ولما بسمع اغنيه حلوه وتعلق معايا اسال الناس مين ده؟ يقولوا استاذ مروان. الله اكبر عليه، ربنا يحفظك يا استاذ مروان. اتفضل يا عم رجب. متشكر يا بيه، بس بقول لك يعني ابقى تعالى ما تغيبش علينا. لا حاجه كتير الفتره الجايه. اي خدمه؟ تسلم يا عم رجب. اي خدمه يا استاذه؟ ميرسي يا عم رجب. حبيبي. والله كان وحشني النسكافيه بتاعه. بصي بقى يا ستي، انت معايا النهارده في تسجيل. انا النهارده التسجيل الساعه 4، يا دوب هاخدك من هنا ونطلع على هناك على طول. مروان انا عندي مناقشه ابحاث. ما ينفعش تعتذري، كان معايا تشيلو واعتذر فجاه عشان جات له حفله مع عمرو، وبعدين ده انا جاي لك بنفسي يا ستي. هنروح على هناك نعمل بروفا ونشرب حاجه لحد المزيكاتيه ما يوصل. ماما ما ينفعش تقولي للرزق لا، انت تيجي معايا في عربيتي ولما نخلص ارجعك تاني عربيتك. بس انا خايفه تتاخر. ما تقلقيش يا ستي، هرجعك ساعه ما تبقي عايزه. ازيك؟ اهلا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كيف الحياه؟ تمام. كله بخير الحمد لله. بقالك كتير ما شفتكش. برن عليا، اتصل عليا. هكلمك طبعا، هكلمك حبيبي حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. مع السلامه. باي.